بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من صوتكم من استوديو 9 من قناة الفلوجة الفضائية العراقية الغراء، ونبدأ معكم الرصد في آخر المستجدات حتى لحظة دخولنا إلى الاستوديو، والساعة الآن 9:06 ونبدأها بحقيقة واقعة. لو أجرينا اليوم بعد سنة وشهر استفتاء شعبي، وأنا أدعو المؤسسات التي معنية بإجراء الاستفتاءات وأن تكون رصينة، لا تكون تابعة لجهة حزبية أو سياسية، وأعني المؤسسات الصحفية والاستقصائية. لو أجرينا اليوم استفتاء من هذه المؤسسات الرصينة عن أداء وزارات ووزراء حكومة الأخ رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني بعد مرور سنة وشهر على تشكيلها، لوجدنا أن أكثر الأسماء تداولا من الوزراء هو المقاتل البطل الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وزير الداخلية، لأن المواطنين في العراق افتقدوا في السنوات الماضية على مدى 20 عام أهم شيء هو الأمن، وبدون الأمن لا توجد أي فرص للحياة، لا عمل يمكن أن يكون، لا زراعة، لا صناعة، لا تجارة، لا خدمات، لا مدارس، لا جامعات، لا وظائف ولا موظفين. الأمن هو أساس استقرار أي شعب وأي مجتمع، فاللي افتقدناه في السنوات الماضية في سنة وشهر واحد استطاع المقاتل بطل الفريق أو الركن عبد الأمير الشمري أن يحققه بجهوده كمقاتل عراقي شجاع وبطل، ابن المؤسسة العسكرية وابن الشعب العراقي، وكذلك الأبطال في كوادر ومديريات وزارة الداخلية، الجميع كانوا متعاونين بهدف واحد، من وكلاء الوزارة المدراء العامون إلى المنتسبون الصغار في الوزارة، الجميع كان هدفهم واحد وهو تحقيق الأمن الداخلي وإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن العراقي. فلهذا لا نستغرب، بل نحن قلناها منذ أشهر ونعيد التأكيد عليها، بأن المقاتل بطل الفريق أو الركن عبد الأمير الشمري هو أكثر أسماء تداولا بين أبناء الشعب العراقي، لأن الجميع يسأل عنه ولأنه ليس ببعيد عنهم. تشوف أي مشكلة تثار في منصات التواصل الاجتماعي، إن شاء الله بتعليق، إن شاء الله ببوست من مواطن أو مواطن، مباشرة كوادر وزارة الداخلية والجهات المعنية فيها راحت بحثت بها المشكلة، وشفنا إيش قد صارت مشاكل. على سبيل المثال الابتزاز الإلكتروني لصور الفتيات، للمشاكل اللي تصير مع المواطنين، الجنائية وغيرها، المخالفات حتى على مستوى المخالفات المرورية، كانت الوزارة وكوادرها ووزير الداخلية بتواصل لحظوي وليس على مدار اليوم وإنما باللحظة. ماكو مشكلة إلا لقيت وزارة الداخلية خلال ساعة أو ساعتين منطيتك تفاصيلها، قالت لك هذا اللي صار وهذه إجراءاتنا، والكثير من المجرمين تم إلقاء القبض عليهم بعد 24 ساعة، وهذا كنا نفتقده ونسأل نقول ليش يعني ما كنا نقدر نسويها، لكن من يشتغل واحد من أجل الوطن يقدر يسويها. بالمقابل اهتمامه بما يطرح في الإعلام الوطني العراقي، ومنه ما يطرح في قناة الفلوجة الفضائية وبرنامجكم الجماهيري برنامج استوديو 9، نجد أن المقاتل وزير الداخلية وكوادر الوزارة مهتمون ومتابعون لما يثار في نشرة أخبار الفلوجة الرئيسية في جميع برامجها في استوديو 9، ونجد أن هناك تواصل مباشر مع هذه القضايا، ومنها أيضا
ما أثرناه يوم أمس من أنه استمرار للأسف بعض أساليب التعذيب التي دعينا المقاتل وزير الداخلية أن يتصدى لها هو، لأنها مسؤولية وطنية وهو على قدر هذه المسؤولية. اليوم بادر المقاتل وزير الداخلية سيادة الفريق أو الركن عبد الأمير الشمري بلقاء ممثل قناة الفلوجة الفضائية الأستاذ إدوارد جورج وممثلي القنوات الفضائية العراقية بحضور معالي أمين عام اتحاد الصحفي العرب نقيب الصحفي العراقي الأستاذ مؤيد اللامي ومعالي الأخ الدكتور علي المؤيد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الموقرة وبحضور نخبة من كادر الوزارة وفي مقدمتهم المقاتل البطل اللواء الدكتور سعد معا. وكان هذا اللقاء اليوم الذي أراده السيد وزير الداخلية، أراده فرصة لتعزيز التعاون وإدامة التعاون بين مؤسسات الإعلام الوطن العراقي وبين كادر الوزارة، مثنيا ومشيدا بالجهود الوطنية لقناة الفلوجة الفضائية ولكل القنوات الفضائية العراقية بعملها الدؤوب من أجل تعزيز الأمن الوطني العراقي وتأكيدها على دور الأبطال في وزارة الداخلية لحفظ الأمن الداخلي للعراق. وتحدث الجميع أمام معالي وزير الداخلية بكل صراحة وموضوعية، وهو أجاب على أيضا تساؤلاتهم وعلى ما يحتاجونه وتحتاجه الكوادر الصحفية في القنوات الفضائية العراقية من أجل استمرارية وإدامة هذا التعاون. وقناة الفلوجة تؤكد كما هي دوما بأن هذا اللقاء وهذا الأستاذ إدوارد جورج ممثل قناة الفلوجة الإعلام العراقي الكبير أكدوا بأن الفلوجة مستمرة ولن تتوقف عن دعم مؤسسات وزارة الداخلية ومؤسساتنا الوطنية كافة ودعم جهود حكومة الأخ السيد محمد شياع السوداني من أجل أن تنجح وأن تقدم الخدمات للمواطن العراقي وأن تنهض بكل المفاصل الدولة العراقية وأن تواجه ما مررنا به في السنوات الماضية من إرهاب وفساد وغير ذلك. وإن إشادة المقاتل السيد وزير الداخلية بقناة الفلوجة الفضائية نستطيع أن نقول بأننا أمام مسؤولية جديدة. هذه الإشادة من أعلى سلطة في الأمن الوطني العراقي ممثلة بالسيد وزير الداخلية بحضور هذه النخب الإعلامية والوطنية تحملنا مسؤولية كبيرة. نحن إن شاء الله سائرون وإدارة قناة الفلوجة الفضائية بجميع كوادرها من مديرها العام من مدير شؤونها الإدارية والهندسية وبقية ومدير الأخبار، الجميع متعاونون ومتكاتفون من أجل دعم مؤسستنا الأمنية. وزارة الداخلية هي ملك الجميع، والحفاظ على أمن المواطن العراقي هي مسؤولية الجميع. ويسرنا حقيقة للحديث عن هذا الموضوع أن يكون لنا لأول مرة الظهور الإعلامي لسيادة العميد الحقوقي المقاتل البطل مقداد ميري الموسوي المتحدث باسم وزارة الداخلية. كلنا تعودنا في الفترات الماضية أن يكون المقاتل البطل سيادة اللواء الدكتور سعد معا متحدثا بصفته مديرا للعلاقات والإعلام في الوزارة، والآن هو بمسؤولية أكبر يستحقها بجدارة. وبالتالي من المسؤولية الكبيرة التي كان فيها وما زال فيها سيادة اللواء الركن اللواء الدكتور سعد معا إلى المسؤولية الجديدة التي يتولاها سيادة العميد الحقوقي مقداد ميري الموسوي مديرا ومتحدثا باسم وزارة الداخلية، فإننا نؤكد من استوديو التاسعة بأن استوديو التاسعة هو منبر لوزارة الداخلية، هو برنامج وزارة الداخلية، ونفتخر ونعتز بذلك. فسيادة
العميد الحقوقي مقداد مير الموسوي. السلام عليكم وسعيدين أن تكونوا معنا عبر الهاتف في إطلالة أولى، وإن شاء الله ستكون لنا معكم إطلالة مباشرة صورة وصوت، فحياكم الله وسعيدين بلقائكم ونستمع منكم كلمة أولى، تفضلوا. حياك الله أستاذ أنوار، الله يبارك بك ويحفظك، وأشكرك جزيل الشكر على هذا الإطراء وهذه المقدمة الجميلة والشهادة من إعلامي كبير بحجم الله أنور الحمداني. الله يبارك بك أستاذ، الله يسلمك سيادتك. سيادتك أشكرك جزيل الشكر. تسلم سيادتك. سيادتك لو سألنا عن لقاء معالي السيد وزير الداخلية اليوم بممثلي قناة الفلوجة والقناة الفضائية العراقية، ما هي الرسالة التي أراد المقاتل وزير الداخلية إيصالها إلى ممثلي القنوات الفضائية العراقية؟ أخي الكريم أستاذ أنور، أنت تعلم والجميع يعلم أهمية الإعلام، واليوم العالم بأكمله يدار بالإعلام. بأغلب اجتماعاتنا ولقاءاتنا مع السيد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري دائما ما يؤكد على الاهتمام بالإعلام وبكل وسائله، سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية. فاقتطع جزء من وقته، طبعا هو برنامج مزدحم على طول اليوم، اقتطع جزء من وقته وقال أنا ضروري جدا أن تنظموا لي لقاء ألتقي بمدراء القنوات الفضائية وعدد من الصحفيين وأتكلم معهم وجها لوجه ونطلب الدعم. اليوم وزارة الداخلية هي وزارة خدمية لكل العراقيين، تقدم خدماتها من أقصى الحدود إلى مراكز المدن إلى كل النقاط والتشعبات وتدخل في جميع تفاصيل الحياة، فبالتالي تحتاج ورفقة عملها الميداني إلى كل وسائل الإعلام ومساعدة الإعلام. وأيضا وزارة الداخلية تكون كل الاحترام والتقدير لكل وسائل الإعلام مسموعة مقروءة مرئية إلكترونية، وهي شفافة بالتعامل معهم، ودائما ما يوصينا أن نتعاون مع الصحفيين على مدار اليوم ومدار الوقت، وأن نكون شفافين معهم ونسهل مهمتهم ونعطيهم المعلومة الدقيقة. نعم. وإحنا أيضا سعيدين أن نكون ضيوف في برنامجك هذا البرنامج الكريم المباشر. الله يسلمك. سيادة العميد، لو ربما سؤال، أن أشادت معالي وزير الداخلية بقناة الفلوجة الفضائية يحملنا مسؤولية كبيرة في جميع يعني نشاط القناة ببرامجها بفتراتها الإخبارية بتواصلها عبر مراسليها ومقدمي البرامج مع مختلف نواحي الحياة، كيف ترى انه اهتمام وزارة الداخلية بما يطرح او معالي الوزير الداخلية بما يطرح عبر قناة الفلوجة او من قضايا المواطنين في استوديو التاسعة، ما هي ابعاد هذه الرسالة والاهتمام؟ نعم والله احنا عندنا قسم للرصد. نعم. قسم الرصد دائما يتابع الرسائل الخاصة بكل القنوات الفضائية ووسائل الاعلام، وقناة الفلوجة الكريمة جزء من هذه وسائل الإعلام الكريمة أيضا، فبالتالي دائما نرى رسالتكم هي رسالة إيجابية تذهب باتجاه خدمة الوطن وخدمة المواطن، حتى وإن كان نقد هنا أو نقد هناك، هو بالتالي يصب باتجاه المصلحة العامة ويصب باتجاه مصلحة المواطن، وأيضا يطلعنا إذا كانت هناك بعض الأشياء أن نذهب باتجاه تصحيحها. كل الاحترام والتقدير لقناة الفلوجة الفضائية. سيادتك لربما يعني أريد أن حملك أمانة وأنت على قدر هذه المسؤولية، عوائل وممثلي يعني السجناء يودون لقاء معالي المقاتل وزير الداخلية، هل بالإمكان ترتيب موعد للقاء مع سيادته لممثلي عوائل نعم السجناء السيدة أم أسامة ومن معها ليتداولوا في موضوعات ما تثار حول التحقيقات أو لربما بعض ما يحدث أثناء التحقيق من أساليب تعذيب وغيرها يثار هنا وهناك، فلا بد أن يطلع عليها معالي الوزير ويتخذ إجراء بحقها، فهل بالإمكان نعم ذلك؟ إن شاء الله تعالى سأنقل هذه الأمانة بكل أمانة إن شاء الله تعالى. نعم. وإحنا سياستنا في وزارة الداخلية وسياسة معالي السيد وزير الداخلية أن ننفتح على كل شرائح المجتمع. نعم. وأن نستمع إلى كل مشاكلهم، وإن كانوا سجناءهم يبقون أبناء العراق وهم عراقيين ولهم حقوق وعلينا واجبات، وبالتالي إن شاء الله سأعدك بهذا اللقاء. نعم سيادتك، أريد أسأل يعني جنابك الكريم سيادة العميد الحقوقي مقداد مير الموسى والمحترم، أثير اليوم بأنه المقاتل وزير الداخلية
كلف اللواء الركن مالك المالكي بمنصب مساعد وكيل وزارة الداخلية شؤون الشرطة، هل هذا الخبر صحيح؟ يعني أنا لم أطلع على هذا الموضوع، سأتأكد من هذا وأجيبك على هذا الموضوع. لا نثير اليوم بالإعلام. اليوم وأمس كانت جدول مزدحم اليوم وأمس، يعني ما انتبهت إلى موضوع الأوامر الإدارية. لكن سأجيبك على هذا الموضوع وأتصل بك إن شاء الله لأقربك. طيب سؤال آخر لو متفضل، أيضا أثير بالإعلام اليوم قبل ساعات أنه نسب للمعالي وزير الداخلية تصريح بأنه كشف عن طرد أكثر من 1052 ضابط ومنتسب من الوزارة باتهام الفساد. نعم الرقم سأصحح لك، موضوع الرقم من التحديات التي تقع على عاتق وزارة الداخلية هو موضوع الفساد. موضوع الفساد لا يقل عن خطورة الجريمة المنظمة، لا يقل عن خطورة المخدرات. بالتالي احنا نعمل وذاهبين باتجاه وزارة صحيحة ومؤسسة صحيحة تعمل لخدمة الناس. الفساد والفاسدين يعرقلون ذلك. أعلن معالي السيد الوزير عن إحالة 153 ضابط وإخراجهم من الخدمة، وأكثر من 890 منتسب نعم شكلت بحقهم مجالس تحقيقية. كانت يعني الشؤون الداخلية والأمن لها دور كبير جدا في متابعة هذه الحالات وفي متابعة الفاسدين، وبالفعل صدرت هذه يعني سيادتك كما قال سيادتك العدد 153 مو 52، صلح لي يا دكتور علي زكي، 153 منتسب وضابط. نعم 153 ضابط و 890 منتسب. و850 منتسب، يا ريت تصلحوا لي العنوان. بس هذا العدد سيادتك هذا العدد يعتبر عدد يعني 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 حمله قويه صايره بالداخل الوزاره. بالتاكيد الحمله مستمره والحرب مع الفساد لن تتوقف، كما هي الحرب مع المخدرات والجريمه المنظمه والله وكفو. وكل الظواهر السلبيه الاخرى لن تتوقف اطلاقا. والله وكفو، هاي رفعت العقال لمعالي وزير الداخليه ولكم ولكل كادر الوزارة وأبطالها، بارك الله بكم. يعني إذا احنا نتحدث، إذا أنا أؤكد الخبر أنه معالي وزير الداخلية وبجهود الأبطال في الوزارة تم الكشف عن طرد 153 ضابط فاسد و850 منتسب تم طردهم من الوزارة بتهم الفساد، وهذا أن يثبت على شيء، يثبت أن المعالي وزير الداخلية وكادرها المتقدم يعملون ليل نهار من أجل أن تكون وزارة الداخلية هي في مقدمة الوزارات، لأن هي وزارة سيادية وأهم وزارة في العراق. معاليك عندما أو سيادة العميد عندما نتحدث أن معالي الوزير أكثر اسم يتداول في وسائل الإعلام الآن لو أو في عند الشعب العراقي لو أجرينا استفتاء، هذا يعود إلى التواصل يومي. لربما السؤال يعني منين يلقى وزير الداخلية أو وكلاء الوزارة أو أنتم جميعا كادرها المتقدم هذا الوقت للتواصل ويا كل ما يثار من أوساط الشعب العراقي؟ يعني احنا كل من ضمن عمله وضمن اختصاصه، ومعالي السيد الوزير يعني لحد آخر واجب هو كان يوم أمس انتهت الساعة 4:30 فجرا. الرجل هو ميداني، يعمل بإخلاص، يعمل بجد كل المحيطين به. بالتأكيد إذا كان الوزير بهذه الهمة على الجميع الموجودين أن يكونون بهذه الهمة. هو حرص وزارة الداخلية اليوم وزارة مهمة، وزارة كبيرة، واجباتها كثيرة، يحتاج من عندنا أن نسهى وأن نبذل الوقت وأن نعمل كل شيء نستطيع عمله. بالتالي حتى التواصل مع الناس هو مدروج ضمن برنامجنا، علينا أن نستقطع من الوقت اللي هو إلنا ولعملنا، وهو جزء من واجباتنا أن نلتقي مع الناس وأن نستمع لهم وأن نرصد كل احتياجاتهم وكل ما يحتاجون. هذا واجبنا وليس لنا منا على أحد. سيادة العميد الزميل المخرج يسأل يقول عدد الضباط اللي تم طردهم ايش قد؟ 153 ضابط و 890 منتسب. بارك الله بك، 890 منتسب اذا مو 50 منتسب، بارك الله بك. شكرا لك، وانا اؤكد لك سياده العميد انه استوديو التاسعه برنامجكم، اعتبرونا احنا حال منتسبي وزاره الداخليه. كل ما تامرون به لصالح شعبنا العراقي احنا جاهزين واحنا جنود في ذلك. الله يبارك بك ويسلمك. الله يبارك بكم، شكرا جزيلا. وبارك الله بك ومبارك عليك هذه المهمة الكبيرة وأنت أهل لها إن شاء الله، وتحياتنا للجميع. الله شكرا إذا لسيادة العميد الحقوق البطل مقداد مير الموسوي المتحدث باسم وزارة الداخلية. وإذا ما يثار بالفعل أنه
تم الكشف عن طرد 153 ضابط، 153 ضابط و890 منتسب من الوزارة بتهم الفساد، وهذا ما كشف عنه معالي وزير الداخلية الذي أشاد اليوم بقناة الفلوجة الفضائية وما تقدمه كما وسائل الإعلام الوطنية العراقية. حقيقة يعني هذا يخلينا نتوجه برسالة أخرى، يعني اللي ما كان يستجيب أو ما يستجيب لما يثار من 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 أبناء شعبنا العراقي شو ينتظر؟ رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني جاي يستجيب، السيد وزير الداخلية جاي يستجيب، السيد وزير العدل جاي يستجيب، يعني ما يفترض يغار الباقي بالسلطة التشريعية؟ ما يفترض النواب ورؤساء الكتل ورؤساء مجلس النواب أن يغارون أيضا يقولون إحنا أيضا نستجيب، حتى الناس تذكرنا بخير وترحم على والدينا وتقول بارك الله بكم، مثلا ما نقول بارك الله بالأخ السوداني أنه جاي يستجيب، بارك الله بالأخ معالي وزير الداخلية جاي يستجيب، حطوا لي صوت معالي وزير الداخلية، وبارك الله بالمعالي وزير العدل جاي يستجيب. إذن استجيبوا يا الآخرين، استجيبوا الأستاذ خالد شواني. فحقيقة يعني هذه يحملنا الجميع عن المسؤولية، وإحنا مستمرين بالحملة الفلوجة لإقرار قانون العفو العام، ربما أو لإنصاف الأبرياء. ربما أحد يسأل ليش قناة الفلوجة أو ليش الفلوجة وليش اسم الفلوجة وليش حملة الفلوجة؟ لأن هي حملة الفلوجة. الفلوجة أكثر مدينة بالعراق واجهت المحتل الأمريكي وتمسكت بعراقيتها وواجهت القاعدة الإرهابية وداعش الإرهابي. الفلوجة أكثر مدينة قدمت تضحيات من الشهداء ومن المختطفين المغيبين ومن السجون السجناء الأبرياء. فليش ما الفلوجة هي تصير أيقونة للمطالبة بإنصاف الشعب العراقي؟ وأنا أريد أكشف شيء آخر. أنا تلقيت يوم أمس اتصالات من شخصيات عراقية وغير عراقية أكدت بأنها ستسعى إلى تدويل ما يثار عن ظروف السجناء الأبرياء إن لم تكن هناك خطوات حقيقية. وأنا أحذر بأن هذا الشيء لو أثير بالإعلام الدولي سيكون انعكاسه سلبيا علينا جميعا كعراقيين وليس على الحكومة. ولهذا أنا طلبت منهم أن نتريث، أن نحل مشاكلنا ببيتنا كعراقيين، وإذا اضطرنا راح ندولها بالأسماء. نقطة رأسة، إذا اضطرنا راح ندولها، لكن حاليا احنا كعراقيين نفترض نحل مشاكلنا بيناتنا وما نروح ننقلها للمنظمات الأجنبية. أنا عراقي والوزير عراقي والمسؤول بالسجن عراقي والمعتقل والمسجون عراقي، معقولة ما نقدر نحلها؟ يعني احنا ما نحتاج واسطة أحد. فلهذا احنا طلبنا منهم، أنا شخصيا طلبت أنه أنا لست مع الآن التدويل، لأن احنا منطين فرصة وخلي نشوف وراها، والله نحط كل واحد هيجي حط لها قدامه بوجهه، ما خجلاني من احد، لانه الظلم ظلمات، يا اما انصاف الابرياء يا اما خلاص ماكو داعي بعد نتحمل. الاخت ام اسامه اليوم تستقبل الحوار وياكم كما كنا في يوم امس، وانا اريد اسالك ام اسامه، يعني احنا دعينا معالي وزير الداخليه ان يلتقيكم وممثلي السجناء والمعتقلين فتعقيبك تفضلي. وهذا بين ما ثرتي البارحه بين ما اليوم اكو اهتمام كما يبدو من معالي وزير الداخليه بما يثار، تفضلي. حياك الله والسلام عليكم. حياك الله وحيا الله كل وزير عنده غيره، من وزير العدل كاكشواني الى وزير الداخليه، ونتمنى هاي الغيره تصير عدوى عند الكل. شايف مني يقول لك هذا الشيء معدي، اللهم اعديهم بالغيره، اللهم اعديهم بالغيره، خلي يشوفون. اليوم انا جايبت لك قضيتين صدق توقف شعر الراس. أريدك بالبداية أم أسامة، بالبداية أم أسامة قبل ما تحكي لنا القضيتين، بالبداية إحنا طلبنا من معالي وزير الداخلية، فأمانة الله إذا صار لقاء ويا معالي الوزير أن تنقلي له كل ما يثار عن أساليب التعذيب، يعني مو كلام عام إنما كلام مفصل. إي والله لا 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 أنا محضرتها محضرتها ومسويتها، أنا متهيئة لهذا اليوم والله، وكنت أعرف يجي يوم راح أنسأل عنهم.
كلها راح اخذ له بالصوره وبالاسم وبالكل شيء، راح اودي له تقارير موثقه، والمقربين واهل المتعاملين وياي من عوائل السجناء اللي خلوني امثلهم يعرفون هذا الشيء انا دا اشتغل عليه من قبل اكثر من اشهر. يا بل عندكم الاختراقات دزوها، عندكم انا متهيئه لهذا اليوم. طيب شلون شفتي انه سرعه انتباه حكيتي يعني بنهايه البرنامج على اساليب التعذيب بين الاستجابه ان يلتقي ممثلي القنوات ويطالبهم بانه يحطوا الحقائق امام الوزير، شلون شفتي هالاستجابه صراحه؟ كنت متوقعتها ان تكون بهالسرعه؟ والله متوقعه، لانه الغيره العراقيه وكل اقول لك كلهم دا يتابعون برنامجنا، كلهم دا يتابعون الحمداني والموضوع اللي دا يطرحه. يعني كل مسؤول الوزراء، يعني حتى من رحت يوم وزير العدل لقيته متابعنا ويعرف احنا شو نقول يوم بيوم. فاليوم جبتها على الانتهاكات، احاول اختصر واحاول ابين. تفضل. تتذكر من قلت لك اكو مجانين بالسجون؟ اكو مجانين تتذكر؟ اي اتذكر. او اكو انه عندهم مصابين يعني اصابات عقليه هم بالسجون؟ اليوم جبت لك حالتين. حاله ولد، اول بدايه ابدي لك بالاصعب ثم الاسهل. حاله ولد من اهل الموصل، هذا الولد عنده تخلف عقلي يعني من الزغر، منع من الزواج، منع من الدراسه، علما انه هو مواليد 80. انا يعني عن تجربتي الشخصيه عندنا احد الاقارب هاي الحاله عنده، يعني علميا يسموها هوك تقريبا او تخلف عقلي. هذا من النوع عقله بطيء، يعني اذا عمره 30 سنه عقله ابو 8 سنين او 5 سنين، يحاول التقليد، يحاول يلعب يسوي ولا كانه رجال. فهذا المتخلف ب 2010 لاعب بسلاح ابوه ضارب نفسه طلقه، راح الاثر طاب، القريه كلها تشهد انه عبد الخالق متخلف عقلي. زين، هذا المتخلف العقلي اللي يدور فلوس، لابس، هو لابس، انا اقول لكم لابس كتقليد، لابس مال داعش ومفتر، بس هو شنو مخبل؟ متخلف، لا درس لا تزوج لا اشتغل. وبعدين اكو مفراس يثبت كلامي، واكو حولوا لجنة طبية انا قدها وانا اتحمل المسؤولية. راح يا عبد الخالق، اجى المخبر السري اللي يدور فلوس قال لهم اللي لبسه داعش عبد الخالق. زين انت ما عرفت هذا الولد متخلف وفاقد الاهلية؟ اخذوا عبد الخالق كان ينطق بعض الكلمات، ضربوه على راسه، ضرب على راسه، فقد النطق، صار الولد يعني بالزايد فد نوبة مثل الشلل. الحاجتين هسه جواب السجن ومحكوم اعدام. زين، انا اطلب فحص هذا الولد مفراس، واطلب فحصه رنين للدماغ، اذا هو عاقل فاحنا غلطانين، واذا هو مريض فشون يعني. زين، قبل هالقاضي قبل ما يحكم اعدام غير المفروض يحوله لجنة طبية؟ هذا واحد. الثاني ولد على المخدرات اسمه بشير، الولد مصاب مرض الصرع المزمن، مزمن خلاص. جاء هنا اللي يريده يشتغل مخبر سري، يا بتعال اشتغل مخبر سري يا سنة هاي 11/2/2021، تعال اشتغل. قال أنا ما اشتغل، أنا رجال مريض ما لي دخل، أنا خاف بعدين يقتلوني، سووا لي شيء. وهو عنده دفتر امراض مزمنه وموجود الدفتر عندي، اذا تريد هسه اطلعه واشوفكم اياه. ورا 7 اشهر، لا شهر ولا شهرين، هدد انه يذب بتهلكه. ورا 7 اشهر يعتقل ويضرب ويتعذب ويترهب ويتخوف، وهو اصلا مريض بالصرع يتناول علاج، يعني ياخذ علاج. زين، هو هذا مو مرض عده بالدماغ خطيه، وهسه محكوم تجاره مخدرات ورا 7 اشهر. ها، واكو قرص موجود بالتهديد والمساومه. عندك وثائقيه ام اسامه؟
عندي حسب ما ادعوا الاهل مكالمه مسجله من رائد ونقيب ومنتسب اللي اتصلوا، والمكالمه مسجله عند ام هذا الولد بشير فاضل. تمام. عندي شويه مناشده دقيقتين مو اكثر، وحبذا لو انت تناشد. اكو سجين عندنا بسجن حمدان يناشد مدير السجن يقول 6 سنين ما شايف بناتي بدار الايتام. سلميلي على الحمداني يناشد ابو سجن حمدان يجيبون بناتي من الملجا اشوفهن، 6 أشهر انا ما شايفهن. متروك لك الامر. لا ما اسم اسم الولد هو الاستاذ يمكن اسمه استاذ سليم. لا اسمه ابو مدير سجن الحمدان بالبصره، مو اسمه سليم او هيك اسم سالم. سليم اي استاذ سليم. استاذ سليم الله ادري به حسب ما قال الامهات متعاون جدا، والرجل ما يقصر والنعم منه. وهذا السجين يطالب زين انه يشوف بناته، وليش ما سامح منه ما سامح له يشوفه لو هن ما يقدر يجيبوهن؟ شو ما افتهمت؟ لا 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 أم الدار أيه؟ لأن هو ما عنده أحد. هاي إجراءات لازم لو باقي أحد من أهله يروح يقدم طلب بزيارة خاصة ويجيبوا له البنات. الرجل اسمه حسن عبد الجليل نعمة. أنا بلغت المفوضية وما أعرف بعد ما ردوا لي جواب. محكوم بشنو؟ إحنا محكوم بشنو حسن؟ ما أعرف والله ما أعرف. مهما يكون حكمه فهو إنسان من حقه يشوف بناته. شلون نقدر نساعده؟ نساعده إنه مدير السجن يخابر أم دار الأيتام أو يدز على الرجل ويأخذ منه المعلومات ويدز على البنات يجيبوهن، لأن 6 سنوات ما شايفن. 6 سنوات لو 6 أشهر؟ لا 6 سنوات. 6 سنوات. طيب ما هو هل من مسؤولية وزير السجن يخابر يقول لأم لازم واحد يروح؟ أي 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 أم الدار قالت له إذا خابرني مدير السجن أنا أجيب البنات وأجيك. والله أنا أرد شيء من الأستاذ علي العبادي مدير مركز العراق لحقوق الإنسان بالبصرة اللي طلع ويانا هذاك اليوم. الأستاذ علي العبادي متفضل إذا يقدر هو من خلال المركز. بلغته متفضل إذا هو يحل هاي الشغلة والنعم منه وكفو منه وما يقصر. وانا اتوقع الاستاذ سليم ما يقصر مدير لا. سجن حمدان ايضا ما يقصر الرجل، لان الكل يشيد به حقيقه. اما الدار ممكن تعطينا اسمها لو صعب او يا دار؟ منطقه هم عندهم يعني ما اعرفها بالبصره. هو من يدزون عليه راح يعطي المعلومات اسم البنات. اذا نكرر اسمه حسن عبد الجليل نعمه مسجون بسجن حمدان. اي حسن عبد الجليل نعم. اي والله اتمنى ابشر وصلت. اتمنى انه يسرعون بهذا الشيء. انا ادعو الاستاذ علي العبادي وان شاء الله يعني يا ريت لو عندكم صوره الاستاذ علي العبادي، ويا ريت ذاك اليوم كان ويا الوزير العدل اكو صوره له. يا ريت الاستاذ علي العبادي متفضل رئيس مركز العراق لحقوق الانسان لو هو يحل هذا الموضوع، ويا ريت هو يكون موجود، ويا ريت اذا حتى تخصص ويا كاميرا وان يكون هو موجود وان تتم هذه الخطوه. هذا الاستاذ علي العبادي ان شاء الله ما يقصر، ان شاء الله ما يقصر، لان هو بالبصره. انا احكي اني برا يعني، بس هو بالبصره هو يقدر يحلها صح ولا غلط؟ هو قريب. انا يوم بدي اسال السؤال بموضوع اخر. لا ما يقصر. بدي اسالك سؤال بموضوع اخر. ما حبيت تتعلقين على مع الوزير او مع الاشاده بمدير عام سجن بغداد المركزي سجن ابو غريب والله طلعوا لي الخبر. هذه الاشاده اجت على الصفحه الرسميه المطالب البارحه عندكم يعرض لي اياها. فش تريد تقولين يعني اجت اشاده من الصفحه الرسميه للمدافعين على المعتقلين الابرياء والسجناء بانه يعني حقيقه شوفني هنا دا اقراها. العفو العام على المظلومين هاي اسم الصفحه، وشكر كان للوزير العدل الدكتور خالد شواني والسيد مدير عام سجن بغداد المركزي ابو غريب الاستاذ الحقوق نوف الفلي حسن وجميع كادر اداره السجن لما بذلوه يوم 2/11 اثناء المواجهه مع السجون وذوي النزلاء والنزلاء من ادخال العلاجات والبطانيات. هل هذه حقيقه ام اسامه عندك شيء والسجون باقي ما قدروا يسوون نفس الشيء وطيارات؟ خليك لما تطلع الصوره. اي نعم. لا لا طبعا. أنا يعني قلت لك يا ريت الغيرة يكون تصير عدوى مثل الكورونا. لاحظت أنه بعد ما كانوا هسه مثلا سجن همي أنا المركزي الكرخ كروبر
هم كان يمنع البطانيات، يمنع كذا، يمنع شوية. أكو تسامح وأكو تسهيلات أمور. توجيه وزير العدل إلى منظمة مفوضية حقوق الإنسان وإلى حقوق منظمات حقوق الإنسان بالذات علي العبادي، نشاط هسه أشوف حركة. إحنا عندنا اتصال بمفوضية حقوق الإنسان ومدير الإرصاد شخصيا، مدى يقصر يعني تليفون واحد يروح لك يشيط على ذاك السجن. أنا بس تفتيش مستمر، أبدأ أسوي خبر عاجل. معالي وزير الداخلية يوافق على مقابلة ممثلي عوائل السجناء باتصال قبل قليل من المتحدث باسم وزارة الداخلية سيادة العميد الحقوقي مقداد مير الموسوي. إذن أبلغ الآن قبل دقائق بأن معالي الوزير وافق على مقابلتكم يا أم أسامة أنت وممثلي عوائل السجناء، وراح يحدد موعد لهذه المقابلة. وراح تسوي لي يعني كابشن بهذا الموضوع عنوان. فوالله حقيقة يعني الرجل جاي يخجلنا، الرجل والله والله بطل، والله طلعوا له صورة معالي وزير الداخلية، والله بطل. يعني بأقل من 20 دقيقة حصلت الموافقة على لقائكم، فتحياتنا وكلمة منك إله. والله يا عمي أنت بطل، أنت بطل، وجبت حق المعتقلين من يقولون أبونا وأخونا. خادمكم هو أنور الحمداني، خادم العراقيين جميعا، خادم العراقيين جميعا، خادم وزير الداخلية. نعم اي والله، كله بغيره ويفزع عنه، يفزع للامهات ويفزع ذول المساكين. هسه من قلت لك محكوم اعدام وهو الحاجتين جوا واخرس يعني. لا ان شاء الله وزير العدل ما يقصر، ان شاء الله وزير العدل ما يقصر ان شاء الله ويجزج. احنا نطالب ايضا، نطالب وزير العدل ان يبعث لجنه لهذا المعتقل او لهذا السجين اللي ذكرتي مظلوميته، أن يرسل له لجنة طبية وأن يحدد الأمر، وأن إذا كان يطلق سراحة يعني حقيقة إذا كان بالفعل بهذا الوضع ماكو داعي. إذا هو يعني عنده مشكلة عقلية وعنده مشكلة صحية، وإذا هذه الاتهامات كلها تصير لجنة تحقيقية جديدة. لكن أنا أتمنى اليوم أني أي تفضلي، أتمنى بالنسبة لمعالي وزير العدل الداخلية، بس العفو أتمنى أرجع أكد بالنسبة لمعالي وزير الداخلية، أتمنى تحطونا أمام الحقائق وأنه تثبت أمامه، لأنه الرجل حقيقة يعني هذا الاهتمام إحنا أول مرة نشوفه من وزراء الداخلية على مدى 20 عام حقيقة. حط له الصورة. فيا أم أسامة ما نحملش بعد أكثر من الأمام. واصلت. نعم. لا خلي أقول لك شغلة مهمة جت بوقتها. اليوم أنا واصلت مكتب وزير العدل. نعم. وزير العدل كاكشواني. الله يوفقه. أستاذ خالد شواني. نعم. بحالة كلش صعبة، هو مطلع عليها وشايفها داخل السجن، ألا وهي ولد أثناء التعذيب، الولد اسمه سيف، مضروب على رأسه ضرب مبرح، مما أدى إلى فقد نظره وصابته بالشلل النصفي، وهم أنا نفس الشيء الحاجتين جوا. فوزير العدل قال لأبو الولد دزلهم، قالهم جيبوا محامي تعالوا دا طلعه، ولكن حالتهم الماديه الصعبه كروه من الرمادي لبغداد ما عندهم، هيك ارد اقولها، ما عندهم يحطون محامي. فاليوم ايش سويت اني؟ اخذت التقرير من العائله بتواصل خاص مع العائله ودزيته الى مكتب وزير العدل. فقلت له يا وزير العدل هاي العائلة أهل الولد الشفتة اللي أعمى وشلل الموجود، وقلت جيبولي محامي، لا عندهم فلوس يجيبون محامي، ولا هيك فرصة عمي من يضيعها صح. يعني أنا واحد يقول له جيب محامي وتعال الوزير العدل يجي ركض على رأسه صح. يقول عمي ما عندي كهوة طيب. وما عندي فلوس أعطي محامي. والله عافية وكرمك. دزيت هاني المكتب وزير العدل. والله الله يبارك فيك. أنا حقيقة لو تسمحي لي وياي سيادة المقاتل العميد الحقوقي مقداد مير الموسوي المتحدث باسم وزارة الداخلية، سيادة العميد إحنا وصلنا خبر إنه معالي الوزير إذا وافق على لقاء ممثلي عوائل السجناء. نعم أستاذ أنور، بعد انتهاء الفون اللي كان معاك اتصلت لمعالي السيد الوزير وخبرته بما قلت لي به، وحصلت موافقة معالي السيد الوزير وطلب مني أن أنسق مع المكتب وأحدد لهم موعد.
بارك الله بك. تليفوني عند الاخوان بالكنترول. نعم. خلي يتواصلون وياي وانا اكون بخدمتهم ان شاء الله. امرك واني ام اسامه راح نعطيها الرقم تتواصل ويا جنابك، وتحياتنا من خلالك مره اخرى لمعالي الوزير ولهذه الاستجابه اللي اقل من 20 دقيقه، يعني حقيقه هذا يؤكد محبه العراقيين جميعا انها بمكانها لما يحبون ويتواصلون ويا معالي الوزير، وهذه الثقه الكبيره. بارك الله فيكم، شكرا لك سيادتك. الله يبارك فيكم، اشكرك. شكرا شكرا, شكرا سيادتك. ام اسامه اذا راح ندز لك الرقم سيوصل لك عن خلود الزياده او دكتور علي زكي، وامانه الله نريد همين توفوها ويا الوزير وتحكوا له كل صراحه. ويعني والله يا ام اسامه اريد الباقين هسه اللي باقين اللي قالوا انتم السبب هسه شو يحسون؟ انا عندي مناشده أقول وين صوتكم إيه؟ وينها غيرتكم؟ ما راح أحدد اسم والله، بس أريد الغيرة. اتشتي مرة وتشار رجال يا عمي، والله تركوا بالسجون لا تشيلون ذنبهم، ساعدونا وإحنا الأمهات، ساعدونا. إحنا ما ندري إذا عندكم خلافات أو ما عندكم بالبرلمان، إحنا ناس فقراء ما نملك. عوفيهم والله ولا أذكرهم، والله ولا أذكرهم، والله أنا أمانة الله بالبرلمان منا وجاي، إذا تريد تذكرون تذكرون بس الأستاذ محسن المندلاوي يستاهل، وأستاذ شخوان عبد الله، بس لو الاثنين يستاهلون على رئاسة البرلمان تذكرهم. الباقي أرجوك اللي ما يفدع من يمه ما يفيد، أنه أنت تعلم شلون يفدع ما يصير. الغيرة مو لا بعد اكو مجال وبيها وقلوبنا رحبه، والله احنا ما ضد احد، نريد بس هالمساكين ذولا يطلعون. اردا عندي قضايا ترى دا يعتبون انا هذه المعتقلين، يقولون انت تطلعين وما تحكين بينا. اختصرين احكين يلا اختصر. عندنا جاسم ابراهيم بتهمه تهديد خطف، تعرض للتعذيب، هذا مواليد 50 ولسه بالسجن وشايب وواصل الموت، وهو تم تبرئته ورفع شك ورفع اشتباه وامراض مزمنه وعنده تقريرين تعذيب ومخبر سري، هذا ما يستاهل يطلع اسمه جاسم ابراهيم. نعم. بربك هذا ما يستاهل، إذا رفع شك ورفع اشتباه وعمره مواليده 50 وعده تقريرين تعذيب وعده تبرئة بعد ومخبر سري. نعم. يعني هذا مو خطية زين. عندنا النوب. قول. أي عندنا النوبك واحد بسجن سوسة اللي هو بدعوة هذا الولد الضابط اللي ذاك اليوم حكيت بيه العبيدي. هذا صار لهمي أنا بيطلع بال 18 سنة، يقول حتى أهل الدعوة ماتوا، ويقول واني مريض بي تدرن بالعظم ويومية دا يقصون مني، وهذا كان ضابط آمر سرية بالخضرة، يعني الولد منتسب، يقول وماك أحد وهسه دا يقصون مني كل مرة وعدي تقارير طبية. فوضع إنساني إذا أكو عفو خاص عن الحالات المرضية اللي هي مثل حالته، اسمه جمال واللي يريد عنوانه يمي أنا أدز عنوانه الوزير العدل. تمام. هاي إلى وزير العدل لعله عفو خاص يطلع. معالي وزير عدل حصلت أكو مناشد الوزير عدل حتى ما ساعدش، يقولون بعض العوائل يقولون باكر مواجهة السجناء، رجع لزم المخرج ليه، باكر مواجهة السجناء أو عوائل السجناء لأبنائهم وذوي يعني السجناء بسجن التاجي، فعوائل السجناء يناشدون أن يسمحوا لعوائلهم أن يدخلون البطانيات وبعض المستلزمات من الملابس وغيره. فأنا أرجوك يا معالي وزير العدل، والله معالي وزير العدل المحترم، أن توافق على أدخال هذه المستلزمات من البطانيات من الملابس من غيرها. هل سووها لله؟ هي هاي العدالة، العدالة ترى لا تقاس إلا بالفعل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فأنا أرجوك يا معالي وزير العدل، أرجوك أن توافق مو فقط سجن التاجي، إلى جميع السجون تنطي أمر من سيادتك ونشيمك أنه تصدر أمر نعم تدخل هذه المستلزمات، وصل لجنة تعقيبية هيك وراهم تتابع من المتابعة، تروح وتشوف هذا تم لو ما تم، وهذا هذه نطلبها من شاربك. إيه تفضلي.
تفضلي مسام بعد. عيوني أدي مناشدتين وبعدين مناشدة لأهل الغيرة، وأقول لكم إن شاء الله إحنا ما ساكتين. أدي مناشدة سالم عباس سالم الدليمي اللي هو ابن عام الشيخ إبراهيم الدليمي، تحياتي للشيخ. فسالم يذكر الشيخ يقول له أنا قلت لك بقضيتي، كفو يقول لك أنا قلت لك بقضيتي وانت تعرفها من 2006 أنا معتقل بتهمة خطف شخصية كبيرة عندها حمايات ما يقارب 50 نفر، ووقتها كان شاب صغير قال خالة عرضي صورتي من أنا صغير. هذا أنا متواصل الدق. يعني تريدين أنت تريدين من الشيخ إبراهيم الدليمي أنه يتابع القضية من هذا الشخص؟ شو اسمه؟ الشيخ حميد الهايس. يقول هو الشيخ قال بلقاء أنا ما أعرف من خطفني. يقول واني لا هو متهم بخطف الشيخ حميد الهايس مقاومة أمريكان. هو متهم بخطف أي يقول متهم آني بخطف مقاومة أمريكان. يسمحي لي، هو متهم بخطف الشيخ حميد الهايس. هو متهم بخطف الشيخ حميد الهايس. يعني الشيخ حميد الهايس ما حد خطفه. عمي من يخطفه؟ أي أي شيخ حميد من يخطفك ابن عمي؟ يقول هو أرجوك تنازل عن هالقضية إذا ما بيها شيء، وذو تقرايب بيناتكم دليم هم. أي والله أي والله بالله عليك شيخ حميد هاي سلموا لي عليه. اللي يشوف يوصل إياه ويقول له ريدك تطلع ويا نور حمداني أو تدز له فيديو تقول له ابشر ابن عمي أنا متنازل عن الدعوة. عن الدعوة عن شو اسمه هذا من 2006؟ شو اسمه الولد يلا ترى خلص أنا هسه تطلع خطية الدعوة. اسمه سالم عباس سالم. الولد كان شاب صغير وين هسه 18 سنه وين هسه وبياسجن هسه موجود اعتقد بالتاجي مسجون. يقول انا كنت مقاومه امريكان شو ثاني تحاولت الخطف. يقول هل اني وحدي اقدر اخطف شخصيه عندها حمايه 500 نفر؟ هسه خليني بحازم على السريع اسولف لان يعتب اليوم حازم يزعل اذا ما اسولف. احكي دقيقة عندك خلص الوقت والله. لا تخليه على الحلقه لين حازم. لا احكي احكي خلاص احكي على الحلقه الجايه. لا تزعل يا حازم. لكن بالنسبه للمسجون سالم عباس سالم هذا مدان يعني والله. مدان بال ايش قد حكم محكوم؟ صار له 18 سنه وحكمه ايش قد؟ ومدان مؤبد ما بالخطا. طيب اذا شيخ حميد لهايس تنازل تنتهي القضيه؟ اي طلعه شيخ حميد الهايس طلبها من شاربك. يا شيخ حميد الهايس طلبها من شاربك سويها. نطلبها من شاربك سويها ما يقصر. هسه شوف هسه يسجل فيديو ويقول يا ابن عمي والله ما ادري. لا يسويها ويتنازل عنه وسبع شيخ حميد الهايس تحياتي لك. شكرا. وشيخ ابراهيم الدليمي هم ما يقصر، هم اخو خيته وابن ديوان وشيخ ونمشي عليهم ونمشي ان شاء الله. تسلمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا.